تقول في مطلع رسالتها بأنها فتاة انعقد عليها عقد الزواج من رجل متزوج وله أطفال، ولكن لم أتزوج بعد، فطالت المدة حوالي سنتين ولم أراه أو أجلس معه. السؤال هل ينفسخ هذا العقد أم علي ما هو عليه؟ وأيضا هل يجوز للرجل إذا تزوج المرأة ولو قبل الدخول عليها ألا ينفق عليها أي نفقة مع أنه يتكلم معها على الهاتف لأنه بعيد، هو في بلد وهي في بلد آخر؟ وهل يجوز للرجل أن يتزوج من أخرى دون أن يعلم زوجته الأولى بزواجه؟ أفيدونا بذلك. إذا عقد على امرأة وتأخر دخوله بها من غير عذر فلها حق المطالبة، لا للمرأة حق المطالبة في أن يضمها إليه وأن ينفق عليها ولا يتأخر عن ذلك. وإن رضيت بالتأخر ولم تطالب فلا شيء على الزوج في ذلك، أما إذا طالبت فإنه يجب عليه إما أن يطلق وإما أن يتسلم زوجته وينفق عليها، لأن هذا هو مقتضى العقد. وأما ما سألت عنه لأنه عقد عليها، فهل بمجرد العقد تجب النفقة لها؟ نعم، تجب النفقة على الزوج إذا تسلم زوجته، إذا تسلم زوجته بعد العقد وجبت عليه نفقتها، أما قبل أن يتسلمها فليس لها عليه شيء، فتجب النفقة بأحد أمرين، إما بتسلمها وإما ببذل نفسها للتسليم وعدم امتناعها ولكنه هو لم يرغب في تسلمها، فهذا لا يسقط حقها كما سبق. نعم. وإعلام الزوجة الأولى تقول؟ أما هل يجب على الزوج أن يعلم زوجته أنه تزوج بأخرى؟ فهذا ليس بواجب وليس بلازم، ولكن من باب حسن العشرة والمفاهمة. طيب. فإنه يبين لها ذلك ويكون ذلك برفق. طيب. ولين من أجل ألا يحصل نفرة أو مفاجأة تؤثر عليها. نعم. بارك الله فيكم.